مدينة كركوك، مدينة عراقية بهوية تركمانية. نتائج نتائج الانتخابات هذه مشكوك في صحتها. أكثر من 300 ألف ناخب من خارج مدينة كركوك شاركوا في الانتخابات، وهذا ليس رأينا، رأي وزارة التجارة بكتاب إلى كركوك. 300 ألف ناخب أخرجوا بطاقات الناخب بالاعتماد على البطاقة التموينية وهو من خارج مدينة كركوك، فضلا عن التغيير الديموغرافي. هذول مين ومنو جابهم وشون دخلوا داخل مدينة كركوك؟ من خارج مدينة كركوك، تغيير ديموغرافي. من منو؟ من عرب، من أكراد، من منو؟ من الأغلبية من الأكراد والعرب جوي بعد ما صارت حرب داعش نازحين، بس الأغلبية هم من الأكراد. يعني مو المكون التركماني هو اللي ما راح بنفسه حتى ينتخب؟ المكون التركماني أيضا هم ما راح. عندك ما شارك، لذلك الانتخابات بس صارت بس فرصتها ضعيفة للتركمان. بس أكو فرق بين وين 300 ألف ناخب من خارج مدينة كركوك شاركوا في الانتخابات، وين نسبة من المكون التركماني أيضا لم يذهبوا من الانتخابات، يعني فرق جدا كبير.